يا جماعة يا محترمين، المحاضرة هذه رقم اثنين في هذا الشابتر. أي شيء زي ما حكيت لك تسأل على راسي إيش ما بدك. بالنسبة لشابتر 1، شابتر 1 اللي هو أنا مصنفه هون شابتر 1 تحت عنوان Introduction، والأشياء الماضية اللي كانت برضو يعني هي مقدمة للمادة وتحت عنوان إذا أنكم فاكرين Structural Systems، تمام؟ فهذه الوحدة بدينا فيها في المحاضرة الماضية، لخص أبو دقيقتين ثلاثة ما ذكر في المحاضرة الماضية. أول حاجة بالنسبة للنقطة الأولى Definition of Reinforced Concrete، الخرسانة المسلحة تتكون من الكونكريت وحديد التسليح. النقطة الثانية والثالثة مع بعض، الثانية والثالثة بيحكوا عن إيش؟ خصائص الكونكريت والحديد التسليح، تمام؟ إنهم بيكملوا بعض، تمام؟ لذلك الكروس سكشن، اي كروس سكشن بشكل عام في زونز فيها كومبريشن وفي زونز فيها تنشن ان جنرال. طبعا ممكن في عنصر كل السكشن كومبريشن، ممكن في عنصر كل السكشن تنشن، لكن نحكي ان جنرال في تنشن وفي كومبريشن. فالتنشن لمين بنعطيه؟ لرينفورسينج ستيل، تمام؟ التنشن بنعطيه للحديد. الكومبريشن مينلي للكونكريت. برضو بإمكانك تحط حديد وين؟ في الكومبريشن زون، تمام؟ أيضا حكينا يا جماعة يا محترمين إنه فيما يتعلق بقضايا الكونكريت والتسليح، من ناحية إنه الباطون، بيحمل حديد من إيش؟ من الحريق، تمام؟ وأيضا بيحميه من الصدأ. هذه نقاط مهمة. إذا الكومبريشن للخرساني وممكن للحديد، التنشن دائما بالحديد، خرساني ما اعطيهاش تنشن لانه قدره تحملها في التنشن ايش؟ رقم صغير، تمام؟ ايضا بدينا بدراسه النقطه الرابعه اللي هو كونكريت كومبريسيف سترينث، تمام؟ النقطه الرابعه كونكريت كومبريسيف سترينث، قدره تحمل الخرساني بالضغط، وقلنا انه خلطه خرسانيه، انتم عارفين كيف مكونات الباطون، بتقدر تاخذ انت عده اشكال، لكن عالميا في اشكال محدده للفحص. فالاشكال المحدده في كيوب وفي سلندر. الكيوب حسب المواصفات البريطانيه بعده ايش؟ 150، تمام؟ والاسطواني حسب المواصفات الامريكيه قطر 150 وارتفاع شو؟ 300 ملي، تمام؟ فهذه اشياء عالميه كستاندرد، وهذه الفحوصات بتتم عادة على 28 يوم. أنا بصيرش ناس يفحصوا على أسبوع وناس يفحصوا على شهرين، فلازم يكون في ستاندرد، تمام؟ فهذه يا جماعة يا محترمين الوضع. طبعا ذكرنا لما أنت بدك تأخذ عينة للكونكريت، تمام؟ إحنا ذكرنا أنه بلادك اللي أنت ساكن فيها الفحوصات بتكون على مكعبات، تمام؟ الفحوصات على مكعبات. ففي بلادنا مكعبات 150 ملي، وفي برضه مكعب شو؟ 100 ملي. اما بالنسبه لقضيه المعادلات الرياضيات اللي احنا رايحين ناخذهم في هذه الماده، لهم علاقه بفحص السلندر. لذلك انت بالسوق بتشتغل كيوب، لكن بالرياضيات والمعادلات والمكاتب الهندسيه شو؟ بنشتغل سلندر. معناها لازم احنا بالرياضيات نحول قدره تحمل الخرساني تبعت الكيوب لقدرة تحملها في شو؟ في السلندر. وذكرنا في المحاضرة الماضية إنه قدرة تحمل الخرساني أول شيء تقاس بميجا باسكال، رمزها F برايم C زي ما أنت شايف في هذا الكيرف. ف F برايم C في السلندر تساوي حوالي 0.8 F برايم C وين؟ في الكيوب. فقلنا لك مثلا باطون 300 كيلوغرام للسنتيمتر المربع، ظبط وحداتك ال 300 شو بتصير؟ 30 ميجا باسكال. ال 30 ميجا باسكال هذه الكيوب، لتحولها لسلندر تضرب 30 في 0.8 بتطلع شو؟ 24 ميجا باسكال. وهذا الشكل اللي امامك ماشي بتحصل عليه من فحص كومبريشن لسلندر. اكبر قيمه بتحملها المكعب من ناحيه ستريس اسمها اف برايم سي. وزي ما ذكرنا انه بدايه التحميل بتكون لينير، بعدها بتصير ايش؟ كيرف. عند هذه النقطه يعني
انه المكعب يعني صار قطع صغيره ويعني وتلف صار في كراشنج. وايضا من هذا الشكل قلنا السترين. السترين هو التغير في الطول على الطول. الستريس هو ايش؟ بي على ايه؟ اللود على المساحه زي ما بتعرف. لذلك شفنا في المحاضره الماضيه انه السترين ات فيلير بكلش عن بوينت 003. فاحنا بنطبق او نتبع او نتبع بالديزاين الاي سي اي كود الاي سي اي. فحسب الاي سي اي ماخذين الجماعه السترين شو السترين ات فيلير بوينت 003. بس لاحظ انه في امكانيه لاعلى. صح هذا الكيرف اقل منه بشوي، اما ان جنرال انت بامكانك تاخذ السترين بوينت 003. تمام، هذا كان بالمحاضره الماضيه. قلنا هذا الشكل ما بدنا اياه، يعني بهمناش يعني. وذكرنا بالنسبة للمينيموم كونكريت سترينج، ماشي؟ المينيموم كونكريت سترينج طبعا الهدف من الخرساني او الخرساني المسلحة انك تعمل منشآت معينة فيها، وهذه المنشآت لازم يكون لها ديورابيليتي ديمومي. ما بصير انه انت تعمل بيت اليوم وخلال سنة يصير الباطون يعني يتفتفت ويصير تعيس، صح؟ فلذلك لازم يكون الخرساني قوية، مش زي التراب. بس روح اعمل انت حاليا هيك زي شيء صغير من تراب، ارجع له بعد سنه ولا كذا بتصير في اصبعك او في اداه خفيفه جدا تهده، مزبوط ولا لا؟ فديورابيليتي تعيسي. فلذلك الخرساني احنا مثلا بنسكن في بيت لازم يقعد سنوات، مش كل يوم او كل سنه تخرب الدار نهدها ونبني واحده بدالها. لذلك الكونكريت لازم ايش؟ يكون له اف برايم سي عاليه بشكل عام. فحسب المواصفه ذكرنا في المحاضرات الماضيه لا سبيشال ستراكشرز لدكتيليتي، اذا الحديد جريد 60 او 80، هذا الجريد 60 او 80 اللي هو اليلد سترينث. المفروض كلمه اليلد سترينث تتمرط معك في مكان معين. فلذلك اليلد سترينث للستيل في انواع، في جريد 60 يعني 60 كي اس اي كيب بير انش سكوير. طبعا تحويل من الكي اس اي للميجا باسكال تضرب في 7 يعني 60 في 7 420 ميجا باسكال. فاذا اذا انت بتستخدم حديد اف واي له او اليلد سترينث له 420 ميجا باسكال او 80 كي اس اي، تمام، يعني 560 ميجا باسكال، اذا انت بتستخدم هذا النوع من انواع الحديد لازم تكون في برايم سي شو ما تقلش عن 21. اما اذا انت بتستخدم حديد عالي المقاومه 100 ميجا باسكال 100 كي اس اي عفوا يعني 700 ميجا باسكال، حديد يعني قاسي جدا قاسي جدا جدا وعالي المقاومه، تمام، فالمواصفه بتحكي لك انه ايش؟ في برايم سي ما تقل عن 35. فهذه لسبيشال ستراكشرز. اما منشا يعني تقليدي في برايم سي ما تقلش عن 17. يعني ان جنرال احنا في بلادنا مش رايحين نستخدم حديد 100 اصلا، غير موجود. احنا في بلادنا الحديد شو؟ 60 جريد 60 يعني 60 في 7 420 ميجا باسكال، تمام؟ 420. اذا احنا اذا بدنا نعمل سبيشال ستراكشر دكتيليتي ممتازه للزلازل اف برايم سي فوق ال 21، واذا مش يعني سبيشال 17.5. لاحظ 17.5 او 21 مش رقم عالي. فانت ان جنرال طول حياتك ما تستخدم باطون اقل من ايش؟ 21 ميجا باسكال سلندر. طبعا عشان بلادك انت بتقسم ال 21 على 0.8، مظبوط؟ مش هيك حكينا؟ فلو قسمت انت 21 على 0.8 بيطلع 26 ميجا باسكال 26 او كل 25 يعني بتعرف تقريب مش فارقه. اذا معناها انت في بلادك ممنوع تستخدم اي خرساني تحت ايش؟ فحص كيوب تحت ال 25 ميجا باسكال، يعني باطون ايش؟ 250. احنا بشكل طبيعي بشكل طبيعي في بلادنا تمام الباطون بكلش عن 250. تفضل احكي نادين. رفعت ايدها ولا بالغلط؟ في واحد رافع اصبعه نادين دويكات ريزد هاند ولا من قبل هذا الكلام مش عارف. فلذلك يا جماعه يا محترمين المينيموم كونكريت سترينج تمام بشكل عام في بلادك شو؟ ما انك تستخدم باطون اقل من 250، تمام؟ ما تستخدم باطون اقل
والله هسه الجميع مش سامع صوتي، في نادين كاتبه انها مش سامع صوتي، في حدا مش سامع صوتي؟ لا غير صدق نادين. صوتك دكتور، بس نادين شكله صوت مش طالع عندها. ممكن لانه انا شفت يعني مع اسماء الموجودين انا عندي يعني مبينين. هاي نادين حتى فاتحه الميكروفون، انا عندي مبين. أو هيك مبين، هي هيك قاعدة مبين بتحكي بس صوتها مش طالع عنا. ممكن الجهاز عفوا، لانه احنا يعني لانه ما دام انه الاستاذ يعني بسمع الكل او كمبيوتر تمام، المشكله عند الافراد شكله يعني، واللي على راسي ايش بدكم؟ بعرفش يعني، يعني نادين اذا بعرفش حدا انا مش سامعه، اذا حدا بتعرف بطريقه معينه يعني انه نظبط الوضع يعني. يا جماعه يا محترمين، يعني الاصل انه الواحد يتاكد طبعا من البدايه، احنا صارت الساعه 3، انه الصوت موجود عندك تمام، عندك اي اشكاليه بتحكي تمام، واي شيء على راسك. يا جماعه يا محترمين، مينيمم كونكريت سترينث، اذا اقل شيء ايش الباطون انتم تستخدموه ككيوب 25 ميجا باسكال. حتى بالسوق انت يعني اذا بتعرف كذا، ما في حدا بجيب كونكريت اقل من 250 كيلو جرام للسنتيمتر مربع، يعني الباطون 250 اقل من 250 لا. يعني الباطون اللي اقل من 250 يستخدم لباطون نظافي، اذا تسمعوا فيه بنحط على التراب تحت حديد التسليح، ممكن باطون نحط مثلا وراء الحجر في جدار حجر مش حامل، يعني باطون ايش؟ مش لعنصر انشائي بحت. اما للعناصر الانشائيه اللي بنحدثك عنهم، اعمده، سلابات، قواعد الى اخره تمام، فالباطون اقل شيء 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يعني بحدود 20 21 ميجا باسكال سلندر. اخر نقطه حكيناها في المحاضره الماضيه فيما يتعلق بالمودولاس اوف الاسيستي، كلمه مودولاس اوف الاسيستي الاصل مرت معك في مكان ما. فالمودولاس اوف الاسيستي هي الاسترس على السترين، الاسترس على السترين، وبتجيبه من الاسترس سترين كير زي ما حكيت سابقا، يعني ميل هذا الخط بالنهايه، ميل هذه الزون هي اي. فوجدوا الشباب تبعين الكونكريت والاي سي اي بليست ماشي، انه بامكانك تربط المودولاس اوف الاسيستي بايش؟ بكثافه الكونكريت دبليو سي، هي كونكريت دنسيتي، وكمان بامكانك تربطه في شو؟ تربطه بقدره تحمل الخرسانه بالضغط اللي هي اف برايم سي. فالدبليو سي وحدتها كيلو جرام للمتر المكعب، وقلنا للنورمال ويت 2300، لذلك بدل ما انك تقعد انت كل مره يعني تعوض بهذه المعادله، وفي النهايه بتظلك تعوض نفس الرقم بدل دبليو سي 2300 عوضناها. لذلك اتفقنا مع بعض انه النورمال ويت كونكريت له اي قديش؟ 4700 جذر اف برايم سي. اذا اي للكونكريت المودولس بالاسيست. طبعا هذا يعني ببين لك العلاقه ما بين الستريس والسترين، عارف الستريس وضغط على المنبر، السترين التشوه ديفورميشن تمام. هذا هو يا جماعه يا محترمين، اذا اف برايم سي بالميجا باسكال. طبعا الجواب لاي شو راح يطلع؟ طبعا ميجا باسكال، لانه ستريس على السترين، السترين مالوش يونت، اذا اي سي ميجا باسكال بنفس وحده شو؟ اف برايم سي. بنيجي الى هذه النقطه جديده تمام، يعني كل الحكي السابق ذكرناه سابقا يعني. فبنيجي للكونكريت تنسايل سترينث، قدره تحمل الخرساني في ايش؟ في الشد. قدره تحمل الخرساني في الشد، معلومات عندكم وحكيناها قبل شوي، انه قدره تحمل الخرساني في الشد ضئيله جدا، فتقدر بالتقريب 0.1 اف برايم سي. يعني لو كان عندك انت كونكريت مثلا 30 ميجا باسكال قدرته على الضغط، قديش بيحمل هون؟ اقصى حد 0.1 في 30 يعني 3 ميجا باسكال. يعني لاحظ انه قدره تحمل يعني الخرسانه تعيسه جدا في ايش؟ في الشد. هذه نقطه. ايضا ما بعرفش بالنسبه للنادين بضلكم يعني، يعني في نوتس معينه فبعرفش يعني لازم نظبط امورها يعني. فيا جماعه يا محترمين، الكونكريت سترينث اذا
في التنشن، ممكن 0.1 اف برايم سي تاخذه. والافضل والاحسن من تيست بدل ما انك تاخذ 0.1 اف برايم سي، في معادله احسن اللي هي اف تي 0.33 في لامدا في جذر اف برايم سي، ثلث لامدا جذر اف برايم سي. فهذا ايش؟ قدره تحمل الخرسانه في الشد. اذا قدره تحمل الخرسانه في الشد اما 0.1 اف برايم سي او ايش 0.33 لامدا جذر اف برايم سي، وهذه المعادله يعني ادق من ايش 0.1 اف برايم سي. طبعا لامدا هي معامل، ماشي؟ هذا المعامل بيعتمد على نوع الكونكريت. الكونكريت اذا انك درست في مواد البناء في لايت ويت وفي نورمال ويت. اللايت ويت يستخدم في مواد خفيفه خاصه بالاجريجيتس، والنورمال ويت يستخدم للجرافل الكورس اجريجيت والفاين اجريجيت اللي هم بتعرفهم الرمل والحصمه اللي في بلادنا. فلمدا واحد للنورمال ويت، احنا في بلادنا كله ايش؟ نورمال ويت، لذلك تاخذ لمدا ايش؟ واحد. اذا اف تي بتساوي 0.33 في واحد في جذر اف برايم سي. تمام؟ اذا هذه قدره تحمل الخرسانه بالشد. طبعا في الواقع الشد نوعين، اما بيكون الكروس سكشن كامل على شد، يعني مثلا تجاوزا لو واحد عمل تراس ماشي من كونكريت مثلا، انت بتعرف من منشات معماريه واحد انه بعض عناصر التراس شو عليها؟ تنشن، صح؟ والبعض الاخر كومبريشن. فلذلك التنشن اللي في هذا التراس الكونكريت بيكون التنشن على كامل المقطع، صح؟ يعني لو كان مثلا التراس منبر 200 ملي في 200 ملي، مقطع مربع 200 ملي في 200 ملي. اذا هذا السكشن كامل عليه شد، فانت بتقول انه قدره تحمل الكونكريت في الشد هون شو بتساوي؟ ثلث جذر اف برايم سي. ماشي؟ طبعا هذا نوع من انواع الشد. هسه في شد ثاني اذا انك درسته، طبعا المفروض انك انا الاشياء بحكي لك اياهم المفروض انك دارسهم. فهذه نقطه، النقطه الثانيه الشد برضه بيجي بسبب البندنج، بسبب المومنت. لذلك اذا كان عندك بيم مثلا في منشاه معماريه واحد، بيم عليه لود، هذا اللود بيؤدي الى انترنال فورسز في المنبر اللي هم المومنت والشير. فلذلك المومنت على الكروس سكشن بخلي لك منطقه عليها شد ومنطقه شو؟ ضغط. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني لو انا بدي اعمل لك شير للوح ابيض حاليا اوضح لك شغله معينه. شايفين اللوح الابيض؟ اه واضح. ماشي، نعطيك هيك مثال صغير على اشياء المفروض انك ماخذها، عفوا يعني، بس انا ما بعرفها. هاي يا جماعه يا محترمين، ناخذ لكم هاي اللون الاسود، ناخذ لكم بيم بسيط جدا. هاي بيم، طبعا للاسف الواحد ما بيعرفش يكتب مليح على هذا اللوح يعني. اما ماشي الوضع يعني. هاي بيم، صح؟ هذا البيم طبعا المفروض لو هذا البيم اجاك في منشات معماريه واحد خلال خمس دقائق تطيره ممن تشير ولا لا؟ لانه جسر بسيط جدا. هذا الجسر يا جماعه يا محترمين افرض طوله ال، ماشي، هاي 10 متر وفي عليه لود مثلا بوينت لود عشان يصير سهل. هذه بي مثلا 40 كيلو نيوتن. هذا سؤال بيبي، سؤال بسيط، صح؟ هذا جسر، ماشي؟ طبعا هذا الجسر احنا طلبنا منك في منشآت معمارية واحد توجد له رياكشنز، توجد المومنت عند اي نقطة او رسمة المومنت دياجرام، توجد الشير عند اي نقطة او رسمة الشير فورس دياجرام، صح؟ طبعا اذا انك فاكر انت يعني هذا الكلام طبعا بسيط جدا يعني. فلذلك اذا انت بدك تكون تقليدي بدك قال توجد رياكشن هون، صح؟ عن غير قديش رياكشن هذا الاحمر العشمال؟ 40. هذا 40، هذا كل اللود 40 هون. قديش هذا الرياكشن اللي هون؟ هذا بيم قاعد على بن وعلى رولر، وفي البيم البن والرولر كله واحد، صح؟ يعني هذا سبورت هذا سبورت، فقديش هذا الرياكشن الاحمر؟
20 يعني بدنا نفترض انه في النص يعني. يعني افترض انه ال40 هذه في النص، طبعا لو كانت ال40 مش في النص ما بيكون 20 20 صح؟ نفترض انه في النص هي 20 20 تمام؟ 20 20 ورسمة الشير فورس دياجرام فاكرين؟ هي كونستانت وهيك صعمه. هذا الشير، الشير راح نسميه في بالكونكريت. فلذلك الشير على طول الخمس امتار هدول قديش قيمته؟ 20. والشير على طول الخمس امتار هدول برضو ايش؟ 20. طبعا في الديزاين في الكونكريت بفرقش هذا الشير انه قال موجب وهذا الشير انه سالب، المهم قوة قص الشير قص. ايضا المومنت، المومنت يا جماعة يا محترمين، هاي بنرسم لكم المومنت. طبعا انتو كنتوا ترسموا المومنت هيك، ايه عفوا هذا الخط لانه صح؟ مش هيك كنتوا ترسموا المومنت؟ مظبوط؟ مش هاد رسمة المومنت دياجرام ولا مش هيك؟ مش هيك المومنت؟ بس قديش هذا المومنت؟ هو المساحة هذه. طبعا انا بحكي لك اشي سريع، يعني 20 في 5 مظبوط؟ يعني شو؟ 100 100 كيلو نيوتن متر مظبوط؟ تمام. فلذلك يا جماعة يا محترمين 100 كيلو نيوتن متر، هذا رسمة المومنت دياجرام. طبعا انتو كنتوا ترسموا هيك طبعا صح مفهوم يعني، لكن اذا انكم فاكرين طبعا كيف انتو طلعت المية فوق ولا تحت حسب الإشارات صح؟ يعني ممكن تعمل أنت قط في مكان، تكتب إكويجن، ممكن هذه المساحة ما دام هذا الرقم موجب، إذا الشير اللي هو العشرين في 500 موجبات تمام؟ طبعا أنا كنت أرسم للطلاب اللي أنا بدرسهم بالعكس، يعني شو بالعكس؟ إنه لتحت. طبعا الأرقام نفسها ما بصيرش غلط، صير يعني أرقام أي رسمة المومنت دياجرام نفس الشيء، بس شو هون نفس الشيء المية. طبعا هذا الحكي اللي هون هذا الشكل رسمة المومنت دياجرام تبعا للساين كونفنشن عالميا تمام. فهذا يسمى على الكومبريشن سايد الديزاين، وهذا يسمى على التنشن سايد. كيف يعني الكومبريشن سايد وكيف التنشن سايد؟ طبعا هذا الجسر اللي امامك لما بده يقوس بقوس لفوق وبقوس لتحت، هذا الجسر صح عليه لود وفي ركيزي وفي ركيزي، يعني كأنه في الواقع يا جماعة زي ما تقول كأنه في خشب عندك أو جسر كونكريت وحاطه على هيك ركيزي برميل صغير مثلا وعلى ركيزي تمام، وفي لود هون المنبر بيقوس إلى أسفل ولا لأعلى؟ مستحيل لا صح ولا لا؟ فلذلك المنبر شو راح يصير فيه؟ ديفليكشن تمام. فلذلك المنبر راح يقوس بهذه الطريقه طبعا حسب ما انت شايف، حسب ما انت شايف. مش هذا التقوس بيخلي لك على هذا الفيس تنشن صح، وعلى هذا الفيس كومبريشن. شو هو هذا الفيس وهذا الفيس؟ مش في الواقع هذا المنبر له سماكي مظبوط ولا لا؟ صح على اللوحة هون انت بتدرس انه المنبر خط، لكن في الواقع له دايمنشن مظبوط ولا لا؟ لذلك لو انت عملت قط هون قط هون في الواقع شو بيكون مثلا؟ مثلا ريكتانجولار سكشن صح؟ المنبر لما يقوس هذه المنطقة اللي هي نفسها اللي انا مهشر لك اياها هون عليها تنشن، والمنطقة اللي هون عشرت لك اياها عليها كومبريشن مظبوط ولا مو مظبوط؟ وانت درست في منشآت معمارية واحد انه السكشن له سنترويد صحيح، لما كنا نجيب لك سؤال احسب السنترويد، هذا السكشن له سنترويد. فتبعا لهذا المومنت الموجود هذا التقوس، هذه الزون يا جماعة اللي فوق النيوترال اكسس كلها شو بكون عليها؟ كومبريشن. وهذه الزون يا جماعة يا محترمين
شو بيكون عليها؟ tension. tension صح؟ فالأصل بعرفش أنا شو درست سابقاً، الأصل إنه لو جبنا لك جسر، جسر زي هيك تمام، طول سبان معروف واللود معروف، ترسم مومنت ترسم شير، وأيضا لو قلنا لك الستريس، الستريس هون كم، الستريس هون كم، إنك تعرفه، تعرفه ولا بتعرفوش؟ مش في عندنا مومنت صح؟ يعني هذا السكشن اللي أمامك وين أنا مثلا راسمه؟ في نص سبان، في نص المسافة على 5 أمتار تمام؟ هسا المومنت متغير مظبوط ولا لا؟ مش المومنت هون صفر؟ هاي المومنت، المومنت بيكون صفر وبزيد لينير حتى شو؟ 100 مش هيك في الواقع، وبعدها بنزل لشو؟ لصفر. إذا المومنت على طول المنبر بتغير من صفر ل 100 ومن 100 لصفر صح؟ وبقوس بسبب هذا اللود زي ما أنت شايف. فكر بينك وبين نفسك لما يقوس هيك معناها كل الحفة السفلى عليها تنشن وكل الحفة العليا عليها كومبريشن. كم قيمة هذا الكومبريشن وكم قيمة هذا التنشن تمام؟ المفروض أنك دارسه سابقا ولا مو دارسه؟ درسته ولا مدرسته؟ عادي قلت عادي، قلت لا عادي أو لا أخذنا بالستاتيكا تمام. فلذلك الأصل إنك تكون دارسه. لذلك يا جماعة يا محترمين أنتوا درستوا طبعا المومنت 100 معروف صح؟ المومنت 100 أنت درست من مساق بعرف شو اسمه سيجما بتساوي اللي هو الستريس مقدار المومنت عند مكان ام في سي او واي فريكشنال الرمز على ايش؟ لكم دارسين سيجما هو الستريس سواء كان تنشن ولا كومبريشن. ستريس مثلا في هذا الزون، هذا الزون في اي مكان، ممكن هون، ممكن على هذا على النيوترال اكسس اي مكان. سيجما بتساوي ام في او في واي او في سي على ايش؟ انتوا بتكون دارسين على اي صاحي وانت صغير، ومش انت صغير صغير يعني فصل ماضي بجوز. فسيجما بتساوي ام في سي على اي. سيجما عباره عن الاستريس في اي نقطه على الكروس سكشن. المومنت هو المومنت البندي مومنت اللي انت عارفه. انا هذا السكشن مثلا في النص، افرض بدنا عملنا سكشن هون، قديش المومنت؟ هاي بتوجده. اذا هاي المومنت موجود. واي شو هي واي؟ بعد النقطة اللي بدك تحسب عندها الاسترس عن النيوترال اكسس. يعني أنا طلبت منك تحسب الاسترس هون، قديش بعد هذه النقطة عن النيوترال اكسس؟ إحنا درسنا في منشآت معمارية واحد كيف توجد مكان النيوترال اكسس ولا لا؟ إذا ما دام مكانه موجود أنت بتعرف من الشكل قديش بعد النقطة المطلوب إنه أنت تحسب عندها الاسترس عن شو؟ عن النيوترال اكسس. إذا هذا شو اسمها؟ واي تمام. وشو هي اي؟ المومنت اوف انيرشيا اللي مرت معك في منشات معماريه واحد. فهذا يا جماعه يا محترمين هو الاستريس ام في واي على اي. فلذلك هون زي ما شايف بالشكل انه المقطع كامل بيكونش عليه كومبريشن كله ولا تنشن كله، يعني اجزاء منه كومبريشن واجزاء منه ايش بتكون؟ تنشن. فلذلك باي تيست موجد انه قدره تحمل الخرساني هون في الشد تختلف عن شو؟ عن المعادلة اللي احنا شفناها تمام؟ لذلك يا جماعة يا محترمين نرجع هون، رجع الملف لذلك الكونكريت تنصال سترينث معناها نوعين. إذا كان المقطع عليه كامل تنشن فقدرة تحمل الكونكريت في التنشن هي 0.33 لمدة جذر في برايم سي ماشي؟ وإذا كان المقطع زي ما شفنا أجزاء عليها تنشن وأجزاء عليها كومبريشن بسبب البندينج، وجدوا الشباب باي تيست اللي عملوا تجربة طبعا لأن هذه الأشياء ما لها اشتقاق ماشي، FR اللي هي قدرة تحمل الخرسانة في الشد بس due to bending، الشد اللي ناتج عن شو؟ عن bending. فلذلك FR
هناك سميناها اسماء بلاش ما هي، هون سمينا اف تي، هون شو سمينا اف ار. فالاف ار شو بتساوي؟ 0.62 في لامدا، لامدا واحد زي ما حكينا في جذر في برايم سي. وهذا المعادله اللي قلت لك اياها انت درستها سابقا، سيجما هي ام في واي على اي. الواي انا هون كتبت لك بجنبها حرف التي، يعني واي تي هذا رمز يعني كامل واي تي، والاي حطيت لك اياها جي. هسه ليش كتبت حرف التي بجنب الواي؟ هي ام واي على اي. ليش حطينا بجنب الواي تي صغيره وليش حطينا بجنب الاي جي؟ طبعا كلمه اي جي، جي هي جروس، جروس مش كروس، جي جروس يعني كامل، يعني انت تحسب المومنت اوف انيرشا للمقطع كله. والواي تي، تي جاي من تنشن. هسه الاف ار مش هي قدره تحمل الخرسانه في الشد؟ صح، اف ار قدره تحمل الخرسانه في الشد. فسيجما تبعت الشد هي ام في واي، بعد النقطه عن النيوترال اكسس بس في منطقه الشد. فانا كتبت لك تي بس عشان تعرف انها الواي تي هي المسافه ما بين النيوترال اكسس او سنترويد، خلينا نسميها سنترويد، كول المسافه ما بين سنترويد وما بين شو ابعد نقطه عليها شد. فهذا التنشن اللي ممكن يكون في المقطع ام في واي على اي. طبعا اذا انت عارف قديش الكونكريت بيحمل شد، يعني سيجما هذا شو، حطها اف ار. فلو حطينا سيجما هي اف ار معروف، واي جي المومنت انيرشا خدتها سابقا، واي تي هي بعد المسافه، بعد النقطه اللي عليها شد، ابعد نقطه عليها شد من السنترول. اذا شو بضل مجهول؟ الام. هذا الام، هذا الام يعني هون انت اضرب ضربت بهذا بتطلع الام شو بتساوي؟ اف ار في اي جي على واي تي. سميناها الام ايش؟ ام سي ار او ام كراكد او الكراكينج مومنت. ماذا يعني ام سي ار او ام كراكد؟ هي قدره تحمل الكروس سكشن على، او قدره تحمل الكروس سكشن لا مومنت ماشي، بعدم وجود حديد تسليح. يعني هون حتى الان مجابين سيره شو، حديد التسليح في المقطع. لذلك يا جماعه يا محترمين، ام كراك يعني كراك مومنت هي قدره تحمل المقطع على او لا مومنت معين، تمام؟ هذه اسمها ايش؟ ام كراك. فلذلك لو انا مثلا قلت لك انا عندي كروس سكشن بي عرضه 200 ملي مثلا، اتش الثيكنس تبعه 400 ملي. اذا مجرد ما انت عارف الكروس سكشن عرضه 200 عمقه 400، عرفت اي، اذا انك فاكر بي اتش كيف على 12 صح، هي اي موجوده. وطيب الريكتانجولار سكشن اللي عرضه 200 عمقه 400، موقع السنترويد مش معروف؟ في النص، وده لا ريكتانجل. اذا الواي تي شو بتكون في سكشن عرضه 400 200؟ اذا الواي تي 200 والاي جي بي اتش تكيب على 12، هي عارف الواي تي وعارف الاي جي. وسيجما هي قديش الخرسانه بيحمل شد، هي معادله 0.62 في 1 في جذر اف برايم سي بتكون معك مثلا 25 ميجا باسكال. اذا شو بتطلع؟ المومنت. هذا المومنت شو هو؟ قديش بيم خرساني بيحمل مومنت من غير حديد تسليح. ماشي عمو؟ اي حاجه بتسال. فهذا يا جماعه يا محترمين الوضع. طبعا كيف في السوق او في الواقع، عفوا في الواقع السوق ما حداش بيعمل شيء، كيف بالمختبر بدك تجيب الاف ار، وكيف بالمختبر بدك تجيب الاف تي؟ طبعا احنا مش راح نجيب حاجه، بس انت لازم تفهم كيف بنجابه يعني. فالاف تي كيف بتنجاب ماشي، والاف ار كيف بتنجاب؟ احنا هون في الماده خلاص جاهزات، اف ار 0.62 لامدا جذر في برايم سي، اف تي بتساوي 0.33 لامدا جذر في برايم سي. بس افرض في مختبر مثلا وبدك توجد هذه الاشياء، فكيف توجد الاف تي؟ توجدها طبعا هون يعني ملخص، وهذا الحكي برضه بهمناش كثير يعني، بس انت كطالب تكون عارف شو الوضع يعني. فالاف تي بتنجاب من فحص اسمه سبليت سلندر تيست، ماشي؟ سبليت سلندر تيست كيف بيكون ملخصه؟ بنجيب عينه كونكريت، عينه كونكريت لها قطر معين بهمناش حاليا، عينه كونكريت لها قطر ولها طول، وهذه العينه بتنحط على الجهاز افقي. شايف كيف شكلها؟ افقي. والجهاز هذول الاسهم هن اللود
او الفورس اللي بتيجي من الجهاز. لاحظ كيف الفورس بتجيش على زي الكومبرسيف سترينث، فلذلك انت بتحط العينه افقيا وبتضغط عليها، العينه بتنفلق، شايف هذا الخط، والعينه بتصير نصين. فطبعا بيكون في جيجز، في يعني مجسات، في اجهزه قياس معينه بتعطيك شو قديش الخرساني حمله شد. هذا اسمه سبليت سلندر تيست. اما فيما يتعلق بالاف ار كيف بتنجاب، الاف ار كيف بتنجاب، نقدر نعمل التيست على بيم، بيم صغير. يعني مثلا تقدر تجيب بيم مثلا عرضه 100 ملي للكروس سكشن 10 سم، عرضه 100 ملي، عمقه مثلا 150 وطوله مترين. وليش صغير؟ عشان نقدر نحطه في المختبر ونقدر نحمله شيء زي هيك يعني نتعامل معه. لذلك تقدر تاخذ مثلا جسر عرضه 100 ملي وسماكته مثلا 150 ملي طوله مترين، تحطه في جهاز، وهذا الجهاز بحط عليه ايش؟ لود، زي ما شفت في الرسم قبل شوي، بوينت لود. هذا الحكي موجود عندنا في الجامعة وفي الهندسة المدنية، بعرفش اذا انتم اخذتوا شيء زي هيك. يعني بنعمل تجربة للطلاب، بنجيب بيم زي ما رسمت لك، بيم بس مش 10 امتار، يعني بيم صغير، بنحط عليه لود، وهذا اللود بنبدا فيه من الصفر كول، يعني بنصير نزيد فيه شوي شوي اللود البي اللي حطيناه هناك، اعتقد 40 كيلو نيوتن كتبت لك اياها. فلذلك بنحط الجسر ماشي وبنصير نزيد باللود شوي شوي حتى يتكون اول كراك. لما يتكون اول كراك، كراك يعني شق، طبعا الكراك وين بصير؟ في منطقه الضغط ولا في منطقه الشد؟ الكراكس بالخرساني او التشققات، التشققات بتكونوا في منطقه الشد. فلذلك اول كراك صار من وقف الماكينه، يعني بنقرا قديش اللود بي. فكر اذا اللود معك بي، تحسب المومنت ولا لا؟ فصار معك انت المومنت موجود اللي بتحمله المقطع، والواي تي هي اتش على 2 اذا كان ريكتانجل، واي جي بي اتش تكعب على 12، شو بتطلع؟ سيجما. هذه سيجما شو راح تكون؟ اسمها اف ار. فلذلك الاف ار هي مودولس اوف رابشر، لها اسم اخر يعني مودولس اوف رابشر، تمام؟ بنجاب من تيست على بيم، تمام؟ انت في الماده هذه طبعا بحكي لك اياه مهم جدا لازم يعني تفهمه، لكن انا بهمني بالرياضيات. صار معك هنا قانونين في هذه المحاضره، اف ار 0.62 جذر اف برايم سي، والاف تي ايش 0.33 جذر اف برايم سي، تمام؟ اي شيء احكم. خلصنا هيك من خصائص الكونكريت اللي بتهمنا احنا في عمليه الديزاين. اما انت بتعرف في مواد البناء او في كتب معينه، في كتاب انا عندي مثلا 600 صفحه بيحكي عن الكونكريت صفاته، يعني احنا طبعا بهمناش، يعني احنا بهمنا الاشياء اللي بدخلوا معك في الرياضيات وفي الديزاين وفي هذه الماده، تمام. النقطه السابعه يا جماعه يا محترمين، reinforcing steel strength، تمام. reinforcing steel strength اللي هي قدره تحمل حديد التسليح. المودولس اوف الاسيستي E، إذا عندكم فكرة سابقة، E هي 200,000 ميجا باسكال. E للستيل 200,000. أسئلة الكونكريت إذا فاكر قبل شوي، إلى فورميولا 4700 جذر إف برايم سي. لو جربت تعوض إف برايم سي مثلا 30 ميجا باسكال، لو واحد عالي حاسب فيكم وكتب 4700 جذر 30 بيطلع رقم، طبعا راح يطلع رقم صغير مقارنة في إيش؟ في 200,000 ميجا باسكال. يعني انت بتعرف انه الستيل ان جنرال اقوى من الكونكريت. كيف اقوى؟ يعني لو اخذنا تو ممبرز بنفس المواصفات حرفي، واحد ستيل واحد كونكريت، حطينا عليهم لود، الديفليكشن او التقوس او الانحناء ماشي بيكون في الكونكريت ازيد من الستيل، فالستيل اقوى. لذلك يعني هذه نقطه انك تعرف انت المودولس والاسيستي اي 200,000 ميجا باسكال. الحديد التسليح عادة صنفين حسب الـ ASTM. إذا بتعرف شو يعني ASTM تقدر تشوف اختصارها على صاحبك جوجل. أما هي يعني معهد مواصفات أمريكي للمواد ولا التستين يعني. فهذه ASTM. ففي حديد التسليح صنفين، صنف اسمه A615 وصنف اسمه إيش A706.
احنا في بلادنا معظمه A 615. هسه الفرق ما بين A 706 و A 615 وفي الدكتيليتي، في الدكتيليتي يعني السترين ات فيلير. يعني مثلا لو جبت قضيب حديد مثلا طوله كل 40 سنتي من صنف A 615 ومن صنف مثلا A 706 شديتهم في الماكينه، تمام، تلاحظ انه الصنف ال A 706 طول البار ايش زاد ازيد من اللي هو ال A 615، تمام. فلذلك يعني طبعا اكيد في الديزاين يعني السبيشال اللي انت بدك تهتم في منشأ للزلازل اهتمام خاص، تمام، الاصل انك تستخدم A 706. لكن طبعا A 615 مش انه سيء، يعني كلهم فيهم دكتيليتي ممتازة، لكن A 706 اعلى، تمام. النقطة اللي بعدها الستيل جريدز، يعني قديش الحديد بتحمل. طبعا عالميا في جريدز ستاندرد في 40 كي اس اي و 60 كي اس اي و 80 و 100، تمام. علشان احنا بنهتم في الميجا باسكال تضرب في ايش؟ في 7، 40 في 7 لاحظ 280 ميجا باسكال و 420 ميجا باسكال 560 و 700. وذكرت لك في ملاحظه قبل شوي انه بلادنا معظم الحديد شو؟ جريد 700 جريد 420 اللي هو 420 ميجا باسكال او جريد 60، تمام. هذا الحكي حكيناه هون، بعض الفقرات بتحكي عن الدكتيليتي والدكتيليتي ل 706 اعلى. في هون يا جماعه يا محترمين اللي هي الستريس سترين كيرف للستيل، الستريس سترين كيرف للستيل. ولو اخذتوا انتم التجربه في المختبر، بس انتم ما لا اظن، فهذه التجربة موجود عندنا في مختبر، يعني في المختبر موجود في الجامعة، تمام. فهذا التست اللي هو تنسايل تست، فحص شد لحديد تسليح. فعادة طبعا احنا الماكينة الموجودة في الجامعة هي اللي بترسم هذا الكيرف، حتى يعني ما في داعي انه انت كطالب تصير تسجل ارقام وفي الدار هيك تمسك آلة حاسبة وقلم وتصير تحسب وتجيب ورق مربعات، ولا على صاحبك اكسل تصير ترسم يعني شكل زي هاد. لا، بشكل عام عندنا الماكينه اللي في الجامعه بترسم لك الكيرف نفسه، يعني نفسها تعمل بلوت على شاشه كمبيوتر، وما عليك عمو غير تعمل برنت بيطلع هذا الشكل. وطبعا اكيد في تدريج لانه مش هيك شكل بدون ارقام يعني. فهذا اللي هو الستريس سترين كيرف للستيل. طبعا هذا شكل عام لجميع انواع الحديد، تمام. الشكل هذا عام، إنه الجزء الأول شو؟ لينير، لاحظ لينير إلاستيك. إلاستيك زي ما بتعرفوا الإلاستيك إنك حط لود صار في ديفورميشن أو تشوه أو استطالة أو نقصان في الطول، شيل اللود راح. فهذا إيش اسمه؟ لينير أو إلاستيك يعني، تمام، لينير إلاستيك. طبعا إذا بتلاحظ أنت هون، هو لو حضرت التجربة كان تشوف ليش أحسن، أنت بإمكانك تروح على اليوتيوب في وقت آخر وتشوف تكتب تنسايل تيست الستيل وتشوف التجربة، تمام. فلذلك يعني لو جبنا بار شديناه بتلاحظ ما يلي، انه كل ما شديت البار طوله بزيد، لكن لاحظ في نقطة معينة اللي هي اليلدينج بوينت، اليلدينج بوينت لاحظ انه السترين انه طول البار زاد مع شو؟ ثبات اللود. اذا بتلاحظ كيف الستريس قديش اللود، يعني لاحظ انه هذه الزون كامله ستريس ثابت، لكن السترين مره هون بصير مره هون. فلذلك اذا انت بتلاحظ يعني التجربه بتدقق وبتلاحظ برضه الكيرف على شاشه الماكينه، انه اول شيء لينير، بعدها البار بزيد طوله مع ثبات اللود، وبعدها بتلاحظ اللود بزيد، تمام. طبعا عند هذه النقطه مكتوب فراكشر اللي هو البار بنقطع، فيرجع انك تشوف التجربه يعني بيكون احسن يعني. فهذا الستريس لينكر. طبعا في الديزاين انا بهمني هذا الرقم في الديزاين، هذه الاف واي او اليلد سترينث اللي قلنا لك عنها، هذه اللي هي 420 او 280 او 560، يعني في بلادك هذا الرقم شايفه اللي بيكون زياده طول مع ثبات ستريس، هذا اسمه اليلد بوينت. هون مكتوب ابر ولور، احنا بهمناش كثير، احنا بهم بشكل عام هذا الخط هون اف واي، اف واي اللي هو اليلد سترينج للستيل هون حوالي 420. هون التيميت، يعني لاحظ
ألتيميت. عادة هذا الرقم الألتيميت على الـ على اليلدينج طبعا بيختلف من حديد لحديد. فلذلك الحديد 706 اللي حكينا عنه 706 نسبة هذا الرقم لهذا الرقم تكون أعلى. وأيضا في الدكتيليتي يعني هاد يعطيك الاسترين ات فيليا زي ما حكينا بار مثلا بيزيد طوله 20 سنتي بار بيزيد طوله 30 لذلك 706 شو بيزيد أزيد فلذلك الدكتيليتي بتكون أحسن. هذا فيما يتعلق بمواصفات الحديد اللي احنا شغالين عليه. تمام طبعا الحديد شفناه بالصور. يعني النقطة اللي بعدها يا جماعة يا محترمين بتحكي عن reinforcing steel bars. يعني الفقرة رقم 7 حكينا بشكل عام عن strength للحديد. هون اللي هو عن قضبان التسليح نفسهم، لأنه أنت في الديزاين صح زي ما حكينا لك أنت ممكن ما تشتغل في الديزاين لكن جزء يجيك يوم تشتغل. فلذلك أنت لما بدك تسلح عمود، بدك تسلح سلابي، بدك تسلح جسر، تمام، بدك تسلح قاعدة زي ما إن شاء الله راح نصيروا خبراء في هذه الأشياء، تمام. لذلك انت لما بدك تسلح بدك تعرف قديش عدد قضبان الحديد، لانه هاي مثلا لو ارجع لك لصوره معينه، تمام، هذا الجسر اللي امامك شايف الصوره، انت اعتقد هذا الجسر اللي امامك شايفه في كم بار علوي؟ هاي 1 2 3 4 هذا دربيش كهرباء شكله، هذا النازل شايفه انت ما لناش فيه. هذا الجسر اللي امامك ماشي في حديد علوي 4 قضبان 1 2 3 4 فكيف عرفت انهم 4؟ هذا الحكي طبعا بتشابهاتر لاحق. لذلك مهم جدا 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 انك تعرف هذا الوضع. ايضا شايف الاعصاب هذه، هذه الاعصاب كم بار في علوي؟ شايفين 2 صح؟ اي 1 اي 2. اي جسر اي سلابي اي حاجه بدك تعرف قديش عدد القضبان العلويه وعدد القضبان السفليه. يعني بالنهايه شو بدك تعرف؟ بدك تعرف العدد، تمام. معناها علشان انت تعرف العدد بدك تعرف قديش مساحة البار الواحد. مكتوب عندك هون the bar area is given by. طبعا هذه مساحة دائرة صح؟ واحنا صغار في ايام المدارس. فالاريا للبار اللي مساحة الدائرة باي على 4 في دي تربيع صح؟ باي على 4 في دي تربيع. طبعا انت كمهندس صح بتضل عندك الكمبيوتر وبتضل الآلة الحاسبة وبتضل الكلام وانت في المكتب، لكن الاصل انك تكون حافظ اشياء. لذلك انا دائما بنصح في تدريس الخرسانات انه الطالب يكون حافظ الاقطار الموجوده ويكون حافظ برضه المساحات الموجوده، تمام. يعني انت اثناء الديزاين زي ما احنا برضه رايحين نشوف الشباتر الجايه، شفتوا البيم اللي احنا اعطيناك اياه طوله 10 امتار وسمبل سبان واحده وعليه لود 40 كيلو نيوتن وحسبته المومنت طلع 100 كيلو نيوتن متر وله ابعاد للكروس سكشن، له عرض وله عمق. في الشباتر الجايه بدك تحسب الاريا اوف ستيل. مش احنا قلنا انه المومنت بيعمل تنشن في زون كومبريشن في زون؟ الكومبريشن معطيه للكونكريت، التنشن شو؟ للستيل. طيب كم هذا الستيل؟ فكميه الحديد اللي رايحه تلزمنا لهذا المومنت اسمها اي اس، فوحدتها مليمتر مربع. اذا انت رايح تحسب للمومنت كم مليمتر مربع بده حديد، مثلا طلعوا 1000 مليمتر مربع. طبعا هذا الكلام 1000 مليمتر مربع ماشي كرياضيات، لكن انت لما بدك ترسم المخطط او الخارطة او الشكل او تحكي للبنا، هل بصير عمود كله حط في هذا الجسر حديد سفلي 1000 مليمتر مربع؟ صح مزبطش. لذلك انت لازم تعطي عدد القضبان والقطر. اذا معناها شو؟ لازم تعرف قديش مساحه الواحد فيهم اللي هو مساحه الدائره. لذلك انت بدك تعرف قديش المساحه. يعني مثلا قضبان قطر 16 ملي، فقديش المساحه؟ فبتمسك الاله الحاسبه بتقول باي على 4 ب 16 تربيع بيطلع 201. طبعا انت لما تكون حافظهم بتعمل ديزاين بسرعه. كيف ديزاين بسرعه؟ انت لما تروح لمعادلات الرياضيات وتحسب الاريا اوف ستيل بتطلع 1000 مليمتر مربع. كم قضيب بيعملوا؟ هسه لما انت تكون عارف مثلا قضبان ال 16 مساحه الواحد فيهم 201 بتقول 1000، طبعا في مخك كله بسرعه، يعني 1000 تقسيم 201 شو بيطلع؟ 4.99. طبعا فيش 4.95، 5.
إذا أنت مباشرة بتصير تعمل ديزاين بسرعة. جسرك طلع بده حديد سفلي في منطقة الشد 1000 ملليمتر مربع عن غيب 5 قطر 16. طبعا قطر احنا ما نسميه فاي بالديزاين. فلذلك انت بتكتب على الخارطة تبعتك او السكشن تبعك 5 فاي 16. تمام؟ لذلك انا دائما بنصح بحفظ هذه الاشياء. صح هون كل شيء اوبن بوك يعني، بس دائما يعني انت بده يكون في مخك اشياء. اذا هذه نقطة عمو. النقطة الثانية هون قضية الاوزان. كلكم تعرفوا لما بده الواحد يبني بيت ولا يعمل مشروع معين بده كمية باطون وكمية حديد، مزبوط ولا لا؟ كمية الباطون حجم مزبوط متر مكعب، كمية الحديد بدك اياها شو بالوزن، لذلك W هو عبارة عن الوزن. فانت لما تعمل ديزاين بيكون معك جميع الحديد في جميع العناصر، بتكون عارف قطر كل بار فيهم وتكون عارف طول كل واحد فيهم. اذا شو معناها؟ بتكون انت بشكل عام عارف كميات الحديد. عاده المهندس بيستخدم جدول صغير او بحطه في مخه. الجدول الصغير هذا بيكون فيه قطر البار، مساحه البار، ووزن المتر الطولي للبار. هسه المساحه فهمناها، باي على 4 متر مربع، فبتكون كاتب مثلا فاي 16 اقباله 201 ملي متر مربع. طيب متر طولي من قضبان قطر 16 ملي كم وزنهم؟ فهذا من ايام المدارس برضو انت بتعرف الوزن شو بيساوي. الوزن هو عبارة عن الفوليوم في اليونت ويت، لكن احنا في بلادنا من لخبط مرات طبعا او مش مرات دائما بالسوق بالطن زي ما ذكرنا سابقا. طن ماشي، الطن هو بالنهايه ماس صح مش فورس. اما تجاوزا احنا بنستخدم الطن. فلذلك كثافه الحديد اذا عندك خبرات معلومات، كثافه الحديد هي 7850 كيلوغرام لكل متر مكعب. كثافه الحديد 7850 كيلوغرام لكل متر مكعب. اذا قديش وزن المتر الطولي؟ مساحته، هسه المساحه في 1 متر طلع فوليوم مظبوط، مساحة البار باي على 4 في دي بي تربيع، دي بي اللي هي البار ديميتر تمام، باي على 4 دي بي تربيع، و10 قوة ناقص 6 هي تحويل من مليمتر، لأنه دي بي دائما بالملي، لا متر مربع 1 متر. إذا هذا الرقم شو؟ فوليوم لبار طوله 1 متر في الدنسيتي. ظبط وضعك بيطلع دي بي تربيع على 162، معناها انت هون عن غيب بتصير او يعني بدكش تحفظ مثلا قضبان 16 ملي قديش وزن المتر الطولي، تكتب هاي 16 تربيع ماشي على 162، بيطلع الجواب 16 تربيع على 162، بيطلع الجواب 1.58. شو يعني 1.58؟ يعني لو جبنا قضيب حديد قطره 16 ملي وطوله متر واخذناه على الدكانة على الميزان وزناه ماشي، بيطلع كيلو فاصلة 5.8 تمام. لذلك المهندس المدني او المهم يعني اللي بده يعمل ديزاين لازم يكون عارف كل قطر كم مساحته وكم وزن المتر الطولي. تمام. اخر شيء عشان ننهي، فبالنسبة للأقطار اللي موجودة في بلادك كتبت لك إياهم هون، بار ديميتر إن مليمتر، عندنا قضبان 6 ملي تمام. لاحظ أرقام زوجية هون، طبعا مش إنهم يعني عالميا في بعض الدول اختلفنا الأقطار يعني. لذلك البار ديميتر اللي احنا بنتعامل معهم عندنا بالسوق 6 ملي تمام، 8 ملي و10 ملي 12 ملي 14 16 18 20 22 25. لاحظ هذول شد واخر شيء 22 25 32. طبعا ضروري جدا انت كمهندس تعرف هذا الاقطار، مش مثلا تعمل ديزاين وتكتب 6 فاي 15 بسم الله وين 15 في الشيء، تكتب مثلا 3 فاي 60 وين ال 60 في الشيء. اذا المفروض انت كديزاين زي ما حكينا في تشابتر برضه السلابات، لما بدك مثلا ربد سلاب مش تستخدم طوبه ابعادها غير موجوده في السوق صح؟
إذا أنت كمهندس لازم تعرف شو سوق موجود ولازم أنت تستخدم هذه الأشياء الموجودة في الدار. في الدار يرجع عشان أساس تأخذ الفكرة هذول الأقطار اكتبهن 6-8 إلى آخره، اكتبهن، اعمل لحالك جدول صغير زي ما حكيت في البداية، اكتب القطر 6-8 إلى آخره، المساحة باي على 4 دي تربيع ودي هاي مكتوبة، ووزن المتر الطولي، تمام، وزن المتر الطولي. والأصل إنه البنا أو الخاص البنا بيكون عارف الأوزان، والمهندس بده يكون عارف الأوزان عن غيب وعارف المساحات. طبعاً هو ممكن مش عن غيب، ممكن تعملها جدول صغير قدامك، بس كل ما إنك حفظت بيكون يعني أحسن، تمام. هذا بشكل عام الوضع، يعني تعليق هيك صغير، دائماً من آخركم تعليق صغير على النقطة التاسعة، تعليق بسيط إنه البار سبيسينج حكينا عنه حتى بجوز في البداية، بار سبيسينج أند كونكريت كفر، إنه لازم يكون مسافة ما بين القضبان حتى الخرسانة تنزل بيناتهم، ولازم الكونكريت يحيط بالبار من جميع الجهات حتى يكون في إيش تماسك، أو يعني يشتغل الحديد والباطون كون يونت، صح؟ هذا اسمه البار سبيسينج. طبعا حسب الكود نحكي في المحاضرات الجاي في تعليمات، يعني حسب الكود قديش المسافة بين بار وآخر كحد أدنى، كحد أدنى. وأيضا الكونكريت كفر إنه لازم الخرسانة تكون تغطي الباطون، ولازم القضبان يكونوا في داخل الكروس سكشن. هذا بنعلق عليه لاحقا. لودز هذول شرحناها سابقا، يعني تشاب، يعني سكشن اللود، يعني دوبل كويكلين ثلاث، يعني مر علينا يعني في الـ في الـ في, الـ في الشرح الماضي. ديزاين ميثودز في هيك كم تعليق، واهم حاجه في التشابتر اخره، وكله خير وبركه طبعا، بس اخر هذا التشابتر شايف هذا سلابي، هذا سلابي، تمام. انا هون موزع لك البيمات، فاخر سكشن في هذا التشابتر تعليق على توزيع الجسور في الوان وين. والنقطة الثانية انك تحسب اللود على كل جسر، يعني شايف الجسر بي 1، بي 1 اللي حكينا عنه زمان مثلا الاسبان 2-3 7 متر 8 متر 7 متر، هذه رايحات الاشارة بالدايمنشن لاين الله اعلم. فلذلك هذا الجسر، هذا الجسر احنا في 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 الشابتر الماضي، في الشابتر الماضي عرفنا كيف نجيب ابعاده، صح؟ عرضه وعمقه كل الجسور عرفنا كيف نجيب ابعادها، لكن في هذا السكشن شو بدنا نحسب؟ اللود الفورس على كل جسر. هذا الجسر قاعد هون وقاعد هون وقاعد هون وقاعد هون، اسمه بي 1. لاحظ هون تحت شايفوا هاي بيم بي 1، بيم بي 1، لاحظ هيك، هاي العمود، هاي العمود، هاي العمود، هاي العمود، هذول السبورتس، وهي اللود اسمه دبليو يو مثلا. المحاضرة القادمة إن شاء الله بنشوف كيف نحط هذول الأشياء وكيف نحسب كمان اللود. حدا عنده تعليق؟ شباب جماعة أي شيء؟ صح كلكم كلكم طالبات زي ما علقت طالبة، بس كلكم على رأس، يعني عادي طالب طالبة عفوا، إذا بالشرح إذا بتلاحظوا بحكي كلام عام. يعني في أي تعليق عندكم يا جماعة يا محترمين؟ تعليق، استفسار، ملاحظة، أي حاجة بدك إياها؟ صار الطلاب يغيبوا، 9 أفراد بس، عنتوا عمو 14، ليه بتغيبوا؟ في تعليقات؟ شكلكم اختفيتوا؟ لا هينا. أي تعليق؟ أنا بالنسبة لي فاهم الحمد لله. الحمد لله، هي المادة صدقوني مش لأي شيء، يعني سهلة وبسيطة وأهم حاجة إنك تحس حاجتك إلها، هذا المهم. يعني أنت كمهندس معماري لازم تعرف هذه الأشياء، صح؟ لا ان شاء الله بتنجحوا كلكم، ايه ان شاء الله يعني، بس ضروري جدا جدا انك تشوف اهميتها وانك بدك اياها المال. اي تعليق، اي استفسار، ملاحظه، حاجه معينه في بالك، اي شيء عمو على راسي، ايش ما بدكم يعني. تسلم دكتور، ما في شيء، يعطيك العافيه دكتور، يعطيكم العافيه وغلبناكم معنا، ويرجى الدراسه والمتابعه يوميا. مع السلامه، ان شاء الله موفقين، مع السلامه.